قررت المعارضة التركية أنها ستتوجه إلى المحكمة العليا لإبطال نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأعلن حزب الشعب الجمهورية التركي المعارض أنه سيرفع دعوى للمحكمة العليا التركية ضد اللجنة الانتخابية المركزية، وسيطلب حذف أوراق الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي. من جهة أخرى، تواصلت التظاهرات الاحتجاجية ضد نتائج الاستفتاء بالعديد من المدن وفي مقدمتها اسطنبول، حيث يرفض المتظاهرون عمليات التزوير مطالبين بإلغاء نتائج الاستفتاء.